استاذه سحر تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ سحر. ازي حضرتك يا استاذ شيخ؟ فضل ونعم الحمد لله. انا عندي سؤال. اتفضلي. انا متزوجه من راجل متجوز قبل كده ومعاه اولاد. طيب. طبعا بعد فتره 23 سنه كان عندي يظلموا وكلام يظلموني وكده والحاجات ان انا اطلع ما اخدش حاجه من ولدهم. فالفوا تاليفه انني والدهم الراجل الكبير في السن بياخدني ان يوديني الساحر وبيعريني ليه والحاجات دي والكلام ده كله. فطبعا احنا بقالنا دلوقتي بثلاث سنين ملناش علاقه بيهم او بولاد اخوه او باخوه. فكل ما يتكلموا يقول لك سامحوهم سامحوهم. هل انا من حقي انا مطلوب مني اسامح الناس يتهموني بحاجه انا وجوزي ما عملناش؟ معلش يا استاذ سحر اخر جزء بس، انت دلوقتي بتقولي ان اخو زوج حضرتك مش كده؟ ابن زوج حضرتك. ابن زوج حضرتك بياخد الاولاد وهو ليه في شغل السحر صح كده؟ ده بيقول لي عليا انا ووالده. بيقول انت ووالده عاملين له سحر هو. له وللعيله وللكلام ده كله، وان احنا السبب ان احنا عملنا الولد شاب مات عشان عمل حادثه وهو مات الحادثه والكلام ده كله. طيب حضرتك بتقولي بقى هل انت من حقك ان انت تمتنعي عن الصله بيه ولا ايه؟ احنا انا ممتنع عن الصله بيه نهائي. طيب فحضرتك هم دلوقتي بيطلبوا مني ان انا سامح. فحضرتك بتقولي هل لي ان انا ما سامحهمش؟ ايوه. طب اقول لحضرتك اجاوب على حضرتك على طول. استاذ سحر يعني انا ما بقدرش وانا في الفتاوى اقتصر فقط على فكره ان انا ما احللش اللي بسمعه. انا شايف استاذ سحر ان حضرتك حتى وان كان مر 23 سنه ومعنى كده ان الجواز يعني احنا بنتكلم في ان سننا دلوقتي يعني سن المفروض يكون محل حكمه. فلازم نختار لنفسنا الاوسع ثوابا. انت ممكن ما تسامحيش حد بس ايه اللي انتفعت بيه؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ما بتحبيش أن ربنا يغفر لك؟ يعني هل إحنا في وقت ولا في عمر ولا في حياة تسمح لنا أن إحنا ما نسامحش وإحنا في أمس الحاجة لبركة ربنا سبحانه وتعالى ولأن إحنا نكون أهدى وأن إحنا نكون أحكم؟ أنا شايف أن التسامح من أكتر علامات حكمة الإنسان. فأنا رأيي أنت ممكن تعملي كده بس ده هيسبب لك ثلاث مشكلات اساسيه. هيسبب لك مشكله في علاقتك بزوجك. لان حتى لو ان الولد ده موقف زوجك منه موقف سيء لكن هو برضه هيحب ان انت تكوني انت حمامه السلام بينه وبين ابنه. ده واحد. الحاجه الثانيه والمهمه وده شيء مهم جدا جدا جدا، بيفضل الرجاله يقول لك دي ست طيبه. دي طول الوقت عايزه تصلح بيني وبين ابني. الحاجه الثانيه اللي ممكن تحصل لك اذا انت ما سمحتيش وفضلت على ده ان انت بتضغطي، بتحس ان في حاجات ممكن تفتح عليكي باب الراحه وانت مش مرتاحه. التسامح بيريح البني ادم زي التخفف من اعباء الناس بيريح البني ادم. التسامح كمان بيريح قلب الانسان. فهتفضلي مضغوطه. الحاجه الثالثه والمهمه هتفوتي ثواب عظيم عليكي. ده واحد دخل الجنه بس عشان كان بيسامح الناس. فانا رايي ان انت ممكن ما تسامحيش بس انا شايف ان احنا كلنا في امس الحاجه. كلنا مش حضرتك بس، كلنا في امس الحاجه لان احنا ربنا سبحانه وتعالى يفرج عننا ويبارك لنا ويخلينا في احسن حال. خليني اقول لحضرتك حاجه كمان ومن صوت حضرتك. انا بقول لحضرتك الصوت نفسه بيقول لي ان انت حضرتك في ضغط كتير ولازم تبعدي عن مساحات الاكتئاب. ما تروحيش بمساحة الاكتئاب دلوقتي خالص لأن مساحات الاكتئاب لو رحت لها مش هتكون أحسن حاجة في الوقت ده. حتى ولو كان مساحة الاكتئاب ده بأن أنا أحس أن في صراع بيني وبين حد وأن أنا لازم أنتقم أو لازم أخد حقي تالت متالت، لا لا لا، هدي نفسك هدي نفسك وحاولي تخرجي من هذه المساحة لأنها مساحة خطرة.